هو انا اصلا من قبل ما ادخل ستار اكاديمي وانا عارفه ان انا داخل البرنامج ده عشان اكون قاعده ابني منها اللي جاي، هي دي الفكره. البلان انت حاطط في دماغك هتعمل ايه، ما كانش هدفي اللقب ابدا، ولكن طبعا يعني ما اقدرش انكر ان انا لما كنت جوه كنت بسعى ان انا اخد اللقب، ما اخدتش اللقب، ولكن من اول يوم رجعت في مصر وانا طب هعمل ايه بعد كده، لان في مشكله كبيره بتواجه الناس اللي بتخرج من برامج المواهب بالذات، ان هم بينشغلوا ان بقى عندهم كم من الجمهور، بقى عندهم فولورز مش عارف قد ايه، وبقى عندي لايكس قد ايه، ايه ده مش انا خلاص انا كده بقيت نجم العالم واقعد بقى واريح، وانسى ان في حاجه اسمها ارض الواقع. فين شغلي؟ شغلي هو النجاح، هو الشغل اللي انت بتقدمه، اغانيك، مسلسلاتك، برامجك، هو ده النجاح، مش ان انا خرجت من برنامج وعملت جمهور. طيب انا فين؟ شكرا. السنه الجايه لو الناس دي ما حسيتش ان انا بتقدم او ما حسيتش ان انا بعمل حاجه او بضيف حاجه هتبعد، وهيشوفوا اللي جاي في السيزون اللي بعدي. ما هو انا مش اخر حد موهوب ولا اخر برنامج هيبقى موجود. بس اللي ساعدني طبعا انا كل الناس اللي حواليا، اهلي ساعدوني، اصحابي ساعدوني، الناس اللي اشتغلت معاهم في اول اغنيه، محمد فخراني ونور جلال ومحمد شفيق وتاني حاجه وتالت حاجه ورابع حاجه، كل الناس اللي اشتغلت معايا وقفت جنبي ساعدتني وشجعتني على اللي انا بعمله ولا